حضرتك كأستاذة جامعية وطبعا بتتلقي تلاميذ المدارس اللي جايين، هؤلاء التلاميذ معظمهم كانوا بياخدوا دروس خصوصية، تفتكري يعني كمعلمة تأثير الدروس الخصوصية المكثفة على التلامذة إيه؟ في أحد السنين وأنا في ابتدائي في ثانوي، ثانوية عامة، سقطت في مش سقطت جبت درجة أقل، فطلبت مدرس وأنا أشعر بالعار والخجل وبإني بمثل عبء على أسرتي، وخدت درسين لحد ما اتحسنت شوية وانتهى الموضوع. أنا بحس إن الدروس الخصوصية شيء مرعب، وأنا رأيي إنه بس خلاص إحنا دلوقتي بقى عندنا سناتر بالمزيكة المهرجانات، يعني إن لم يتم القضاء على هذه الظاهرة تماما، لأنه إذا قلنا بقى ده هو ده أس البلاء. يعني ليه؟ أنا مش بتكلم الكلام اللي الناس بتقوله عادي ده اللي هو أو كل الناس بتقوله إن الطالب مش عارف إيه لا، أنا هقول حاجة بسيطة جدا. إحنا بنعلم ولادنا يعتمدوا دايما على آخر، يا ماما هتذاكر لي، يا حد هيذاكر لي، يا المدرس هيذاكر لي، فبطلع حد طول الوقت لازم واخد حد جنبه يحل له مشاكله، حد جنبه يحل له ده. يعني طبعا الاتكالية يعني طبعا، يعني انا لا اذكر ان حد فينا كان بياخد دروس خصوصيه الا في الشديد القوي، وكنا بنحس ان احنا خجلانين طبعا يعني. على الاقل بالاحساس بقى، بس طبعا لانه ما فيش مدرسه الطالب بيتعلم فيها فبيروح للسنتر، وفي يعني ناس بيحطوا مزيكا وبيدوا الطالب الاغاني اللي هو بيحبها، فيسقطوا هيبه التعليم وهيبه الدنيا كلها وهيبه الاستاذ. يعني أنا كنت لسه بتكلم مع حد، هيبة الأستاذ حتى الجامعي دلوقتي الطالب مش حاسس يعني إيه أستاذ من أساسه. يعني الطالب داخل المحاضرة في أي وقت عايز يدخل، كنت بعمل كذا، يعني مفيش اللي إحنا كنا نجري ندخل قبل ما الأستاذ، مفيش التقليد، كل وقع سقط. عشان أربي تقليد بربيه بالعافية، انه انا اخلي الطالب يجي في ميعاد محاضرته او اخلي الطالب يحترم محاضرته ما يقعدش يبص في الموبايل. أيوة مثلا. أيوة دي قصص محتاجه جهد عصبي ونفسي، لانه هو جاي لي اصلا ما عندوش هيبه للاستاذ ولا المدرس. يعني هنرجع لحضرتك تاني كروائيه، حضرتك قلتي مره انه انا لو شعرت بالخوف وانا اكتب فمفروض ان انا ما اكتبش. طبعا. خوف من ايه؟ من شيء هو اشد من الرقابة الرسمية، وهو الرقابة الاجتماعية. الرقابة الاجتماعية طبعا. طبعا يعني رأي الجمهور العام مثلاً؟ رأي الجمهور، رأي طبعا، لأنه احنا أصبحنا مجتمع شديد المحافظة.